كشف كولين إليس رئيس الائتمان الأوروبي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة مودز للتصنيف الائتماني أن الوكالة في طريقها لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، مرجحا أن تشهد اقتصادات العالم ركودا اقتصاديا بسبب الظروف الراهنة. وأضاف إليس أن الوكالة حاليا في مرحلة مراجعة لتوقعاتها الاقتصادية التي كشفت عنها في مارس الماضي، موضحا أن المؤشرات في ذلك الوقت أظهرت أن اقتصادات مجموعة العشرين مثلاً ستنمو بنحو 3.5% خلال عام 2022، وهو ما أصبح من الصعب تحقيقه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. حذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع أن يعاني 7.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، مؤكدا أن عائلات بأكملها في منطقة الساحل على شفا المجاعة بسبب انتشار العنف وانعدام الأمن والفقر المدقع وارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية. أعلن البنك المركزي التونسي أن عجز الميزانية التونسي سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف البنك المركزي التونسي أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ 1.6 مليار دولار هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا. حذر رئيس وزراء سريلانكا من نقص الغذاء في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أزمة اقتصادية مدمرة، وتعهد بأن تشتري الحكومة ما يكفي من الأسمدة لموسم الزراعة المقبل لزيادة المحاصيل. هذا وتواجه سريلانكا التي تعتمد على السياحة نقصا حادا في العملات الأجنبية والوقود والأدوية وتباطؤ النشاط الاقتصادي إلى حد كبير.